السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في حلقة جديدة من أضواء على الأحداث. ونبدأ بالملف الليبي والإعلان عن وقف إطلاق النار في ليبيا والدعوة لانتخابات في مارس من العام المقبل. حكومة الوفاق الوطني أعلنت الوقف الفوري لإطلاق النار والوقف لعمليات القتال في عموم البلاد، ودعت لإجراء انتخابات رئاسية برلمانية في مارس من العام المقبل. أما رئيس البرلمان المنعقد في طبرق عقيلة صالح فأطلق نداء مماثلا لوقف القتال، معلنا اختيار مدينة سرت كمقر مؤقت للمجلس الرئاسي الجديد. الوفاق وفي بيانها قالت إن الوقف الفعلي لإطلاق النار يقتضي جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح، وإن الترتيبات الأمنية فيهما ستتكفل بها أجهزة الشرطة من الجانبين. ويأتي التوافق في أعقاب حراك سياسي مكثف لحل الأزمة الليبية في الآونة الأخيرة. الأمم المتحدة أعلنت دعمها لتوافق الأطراف الليبية المختلفة على وقف إطلاق النار. معي لمناقشة هذا التطور البارز في الملف الليبي الكاتب والصحفي الليبي الأستاذ عبد الله الكبير. أستاذ عبد الله الكبير، لا شك بأن ما حصل اليوم هو اختراق كبير في الأزمة الليبية. كيف تنظر لهذا الاتفاق اليوم، وكيف توصلت هذه الأطراف المتحاربة إلى هذا الاتفاق؟ أول حقيقة لا نستطيع أن نسميه اتفاق بقدر ما هو رضوخ وموافقة لما أرادته أمريكا منذ شهرين، وأمريكا تسعى إلى هذا الحل. الحل يعتمد على وقف إطلاق النار، منطقة منزوعة السلاح في سرت والجفرة، وتدخل إليها قوات أمنية، قوات شرطة عادية وليست قوات عسكرية مسلحة، وعودة ضخ النفط. باقي ما صدر في البيانين، سواء بيان المجلس الرئاسي الذي صدر باسم فائز السراج أو البيان الذي أصدره عقيلة صالح، باقي تفاصيل أو هي رغبات أو إعلان عن مواقف أو تصعيد لسقف المطالب. ولكن ما حصل بحد ذاته من الناحية الشكلية، بغض النظر عن كيف سيتم تطبيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية العام المقبل، هذا يشكل اتفاقا وبداية، إذا ما تم فعلا تطبيق هذا الاتفاق، بداية لحل الأزمة. نعم بالتأكيد بداية لحل الأزمة، لكنها خطوة صغيرة في رحلة طويلة. يعني ما زال أمامنا الكثير من التفاصيل والكثير من المفاوضات وكيف سيتبلور الاتفاق السياسي الجديد. هذه تفاصيل معقدة أمريكا لم تعمل عليها حتى الآن، ولا أعتقد أنه سيكون هناك تطور نحو مفاوضات سياسية حقيقية قبل الانتخابات الأمريكية وقبل أن يعين مبعوث أممي جديد في ليبيا خلفا لغسان سلامة. طيب، ابقى معي أستاذ عبد الله. نشرك أيضا الكاتب والباحث في مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية أستاذ عبد الله حديد معنا من طرابلس. أستاذ عبد الله، كيف تنظر لهذا الاتفاق الجديد، وهل كما يبدو وكما ألمح ضيفي هنا أن الأطراف الليبية خضعت لضغوط خارجية ربما من الولايات المتحدة مباشرة للتوصل لهذا الاتفاق؟ مرحبا أستاذي، مساء الخير. نعم، أظن أن هذا الاتفاق يعني في شكله في مبناه يدل على أنه تم الضغط تجاه هذا الاتفاق. كذا إذا أمعنا النظر نجد أنه لا يوجد اشتباك الآن مباشر بين القوات من الطرفين، إذا لماذا تم الإعلان عن وقف إطلاق النار؟ هذا أولا. ثم التوقيت المباشر، يعني في نفس التوقيت الذي خرج فيه البيانان، كذلك مسارعة البعثة إلى تأييد هذا البيان، وأنه وأشارت إلى أن المضمون في كلا البيانين واحد وتماما. ثم بعد ذلك نجد أن كلا البيانين يعني تكاد تكون هناك مطابقة بين البيانين، يعني فيما يتعلق بالمضمون أو طيب هناك نقاط التقاء أكيد، وهناك نقاط اختلاف، لكن نقاط الالتقاء الأساسية سرت الجفرة، مناطق منزوعة السلاح واستئناف النفط. أنت ذكرت بأنه الآن لا يوجد أصلا اشتباك وهناك وقف إطلاق نار بطبيعة الحال، فهل تتوقع أن يكون الوضع الراهن تجميد القتال مسهلا فعلا للالتزام بوقف إطلاق النار نهائيا في عموم ليبيا؟ نعم، هو الآن يعني تم الاتفاق شبه من الطرفين، يعني سواء من عقيلة صالح أو من طرف خالد المشري أو من الطرفين، أن تكون هناك يعني سرت والجوفة منطقة آمنة. وإذا كل ما يترتب على ذلك هو
تأييد لهذا الاتفاق الذي حدث. فمسألة الضغط هي واضحة جدا بالنسبة لي، كذلك ربما هو يعني محاولة ألا تقع ليبيا في منزلة أخطر مما فيه الآن، يعني ويبقى البيان هو حتى يمكن النظر إليهما أنها مناورة سياسية من الطرفين. طيب أستاذ عبد الله، بالنسبة لسرت والجفرة، إذا كان القتال متوقفا فيهما، فهل تعتقد أن هذا سيسهل تطبيق الاتفاق ونزع السلاح من المنطقتين، طالما أن روسيا أعلنت اليوم قبل قليل تأييدها لهذا الاتفاق؟ طبعا روسيا لابد أن تقول أنها تؤيد هذا الاتفاق، لأنها دائما ما تتكلم عن الحلول السياسية، رغم أنها فعليا هي من يسيطر على سرت والجفرة. لذلك سألتك عن روسيا وكيف سيطبق الاتفاق. قوات مرتزقة فاغنر موجودون في سرت وفي الجفرة، وبالتالي هذا يضع مسؤولية سواء على أمريكا التي تريد هذا الحل، وأيضا على حفتر. من الذي مطلوب منه الآن أن يخلي المظاهر المسلحة من سرت والجفرة؟ ظاهريا حفتر، وباطنا مرتزقة فاغنر، وبالتالي أصبحت الكرة في ملعب عقيلة صالح وخليفة حفتر ومعسكرهم، هم الذين ينبغي لهم أن يلتزموا بهذه الخطة أو هذا الطلب الأمريكي، وننتظر التفاصيل. أما ما أنا متأكد منه وفقا للانخراط الأمريكي الذي زاد في الفترة الأخيرة، أن لا حرب جديدة في ليبيا، ليس مشروع حفتر العسكري بالسيطرة على البلاد أطلقت عليه رصاصة الرحمة بهذا البيان، انتهى موضوعه. طبعا هو مازال موجود في المشهد، لا يبدو أن أمريكا قد تخلت عنه بالكامل، ولكن أن يسيطر على البلاد بالقوة كما سعى أثناء حملته على طرابلس، هذا الموضوع ولكن انتهى. روسيا تحديدا هل ستتخلى بسهولة عن المكاسب الاستراتيجية التي حققتها من خلال التغلغل بالملف الليبي؟ لن تتخلى عن مصالحها في ليبيا، ولكن إلى حد معين. أعتقد أن وزير الخارجية الألماني، وقد زار روسيا خلال الأيام الماضية، حمل رسالة من الأمريكيين للروس، وجودكم في ليبيا من أجل مصالحكم مقبول، ولكن إذا تجاوز هذا الحد وإذا وضعتم أسلحة استراتيجية يمكن أن تهدد الناتو، حينها سيكون لأمريكا موقف مختلف، وروسيا لا يمكن أن تواجه أمريكا إذا شعرت أن أمريكا جادة. طيب أستاذ عبد الله، هل تتوقع أن يتم فعلا الاتفاق في سرت والجفرة كما قال البيانان، على أن تكون المنطقتان منزوعتي السلاح وتسير الأمن فيهما قوات مشتركة؟ نعم، أظن أن هذا الأمر هو مرتبط بشكل أو بآخر على إتمام الحوارات التي ابتدأت مؤخرا، وخصوصا يعني وإن ظهرت هذه الحوارات في شكل مؤسسات، يعني بدأ الحوارات مرة أخرى في الصخيرات، يعني بين السيد خالد المشري والسيد عقيلة صالح. إذا تم هذه الحوارات وتم برمجتها على أساس خطوات عملية، يمكن الوصول إلى هذه المرحلة. نعم، لكن عقيلة صالح اليوم اقترح أن تكون سرت مقرا مؤقتا لمجلس رئاسي جديد. ماذا يقصد بالمجلس الرئاسي الجديد ومن هم أعضاؤه؟ هو هذا السيناريو، قضية المجلس الرئاسي الجديد، يعني طرح منذ مدة طويلة، يعني ربما في بداية هذه العام، يعني في شهر واحد أو شهر اثنين الماضي، لا سيما لأن القاعدة أن بعد انتهاء كل نزاع مسلح غالبا يكون وضع سياسي جديد. كذلك نلاحظ أن المجلس الرئاسي اليوم متشظي داخل نفسه، التنافس غير خفي، الصراعات كبيرة جدا، إذا الضرورة ربما تقتضي إعادة مجلس رئاسي جديد. شكرا لك عبد الله حديد، الباحث في مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية. أستاذ عبد الله، مجلس رئاسي جديد يتحدث عنه عقيلة صالح، هل هي خطوة أطلقت من الآن، أم أنها كما يشير السيد عبد الله حديد من طرابلس، أن هناك حاجة لتجديد المجلس الرئاسي الموجود في طرابلس؟ لا، ليست هناك حاجة إلى تجديد المجلس الرئاسي الجديد، بقدر ما نحن بحاجة إلى انتخابات جديدة تفرز طبقة سياسية جديدة، كل الأجسام انتهت صلاحيتها. سؤالك للضيف حول ماذا يقصد عقيلة صالح من مجلس رئاسي جديد مقره سرت، هو في مبادرته التي أعلنها في مجلس قبلي عقيلة صالح، ثم أيدها السيسي من خلال بيان القاهرة وقال تشكيل مجلس رئاسي جديد من أقاليم ليبيا الثلاث،
برقة، طرابلس، فزان، بحيث كل إقليم ينتخب عضو في المجلس الرئاسي. هذه خطة عقيلة صالح أو مبادرة عقيلة صالح التي أيدها بيان القاهرة. ما زال عقيلة صالح يحاول تسويقها، حتى أنه اشترط لكي يلتقي بالمشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في المغرب أن يقبل ويعترف بمبادرة القاهرة. لماذا؟ لأنها لم تحظى بترحيب دولي، لأن كل الدول والبعثة الأممية، أمريكا، ألمانيا، إيطاليا، حتى روسيا، قالوا أن الحل السياسي في ليبيا يعتمد على أو يتأسس على الاتفاق السياسي وعلى مخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن. إذن كيف يطرح عقيلة صالح هذه المبادرة ويقترح عاصمة جديدة لليبيا؟ ألا يبدو ذلك وكأنه ترسيم للمحاصصة الموجودة الآن وتقسيم لليبيا؟ هذا ما يتمناه، أو هذا ما يدعو إليه، أو هذا ما يطلبه ليكتب ما يشاء. تريد أمريكا منه أن يقول أنه أن الحرب انتهت، وقف إطلاق النار، نزع السلاح من سرت والجفرة، وعودة ضخ النفط. واكتب ما تشاء في الأمور الأخرى. طيب، لأن السفارة الأمريكية ماذا قالت في قالت يعني بما معناه حققنا الخطوة الأولى، وما زال لدى الولايات المتحدة الأمريكية الكثير لتقوله للليبيين. وهذا هو السؤال التالي، كيف ستنفذ الولايات المتحدة الأمريكية إذا كنت تعول عليها هذا الاتفاق؟ ولماذا تأخرت جدا في إظهار قوتها للضغط على الأطراف الليبية وخاصة عقيلة صالح وحفتر؟ لأنها سعت خلال الشهور الماضية مع تنامي الوجود الروسي، التقوا بحفتر وحاولوا أن يقنعوه بأن يخفف من الوجود الروسي وأن لا يسمح لروسيا بالتغلغل. تواصلوا مع عقيلة صالح، تواصلوا مع حلفاء حفتر الإقليميين. يبدو أن هذه الجهود لم تجدي نفعا. إذن رفعت أمريكا عصا العقوبات. صدر في تقرير في وول ستريت جورنال من حوالي أسبوعين أو ثلاثة أن الحديث في الدوائر السياسية الأمريكية عن معاقبة حفتر بدأ، وجاء وفد من الجنائية الدولية واستلم ملفات المقابر الجماعية في ترهونة ولائحة اتهام بها 21 متهما، مؤكد أنها قيادات حفتر أو ربما حتى حفتر بينهم. من المحتمل أن يكون حفتر، لم يعلن عنها. فقط عرفنا أن هناك 21 متهم تمت إحالتهم إلى الجنائية الدولية. إذن إذا لم ترضخ للشروط الأمريكية، أمريكا لديها وسائلها لكي تجعلك ترضخ. طيب الآن إذا كان الاتفاق يشمل سرت والجفرة، منطقة منزوعة السلاح، واستمرار ضخ النفط، هل نستطيع أن نقول بأن البداية جيدة، البداية مبشرة؟ لأن اليوم أعلن عقيلة صالح استئناف ضخ النفط وأن الأموال ستوضع مجمدة لحين الوصول لتسوية سياسية. نعم صحيح، ستجمد الأموال، ليس كما يريد عقيلة صالح في دولة ما، في مصرف ما لا نعرف ما هي، لا، وإنما في المصرف الليبي الخارجي في حساب المؤسسة الوطنية للنفط، يعني نفس الآلية السابقة ما عدا الخطوة الأخيرة، وهو أن تحول الأموال من المصرف الليبي الخارجي إلى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. هذه الخطوة مجمدة. السؤال هنا، كيف سيتصرف الليبيون في معيشتهم؟ نحن نستورد كل شيء من الآخر، من الخارج، دخلنا الوحيد هو النفط. أنا أخشى أنه ستكون الخطوة القادمة بعد أن يضخ النفط من جديد وتأتي العائدات وتجمد، حاجة ليبيا من الغذاء ومن الدواء تتم بإشراف دولي يصرف عليها من هذا المجمد، يعني صيغة النفط مقابل الغذاء من جديد. طب الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة أو انتخابات رئاسية أولى وليست مبكرة، لكن أقصد بمبكرة لأنه ليس هناك وقت، يعني ألا تعتقد بأن مارس المقبل فترة قريبة جدا نظرا لطول الأزمة وعمقها؟ لا، ليست قريبة والله. صدقني سيد جمال، لو أن الطبقة السياسية والأطراف المنخرطة في الصراع لو أنها تدرك أنها بالانتخابات يمكن أن تحقق مصالحها لأجريت الانتخابات غدا، لكنهم يدركون كلهم أغلب الساسة في ليبيا أن انتخابات جديدة يعني الإطاحة بهم، لأنه لا أحد يملك شعبية حقيقية في ليبيا. أيضا الأطراف الدولية المنخرطة في الصراع الليبي والتي لديها وكلاء في الصراع المحلي، بانتخابات جديدة يعني نهاية وكلائهم، يعني تفقد نفوذها في ليبيا الذي أسسته من خلال عملائها أو وكلائها في ليبيا. أكيد سنتابع هذا الملف لأننا في ربما في الأيام في البدايات الأول في البدايات والساعات الأولى لردود الفعل. أشكرك شكرا جزيلا.